تعالى يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول قدوة، قدوة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي كان يصلي على السجاد، لو كان يصلي على الأرض على شنو كان يصلي؟ اسألوا كل المؤرخين بلا استثناء أي واحد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان مفروش سجاد؟ كلهم يقولون لا. مسجد أبي بكر كان مفروش بالسجاد يصلون عليه؟ لا. مسجد عمر كان يصلي على السجاد؟ لا. مسجد عثمان كان يصلي على السجاد، يعني يضع جبهته على السجاد؟ لا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يضع جبهته على السجاد؟ لا. المسجد ما كان مفروش. صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي شلون كان يصلي؟ احنا منصلي بذاك الشكل.